اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. وحضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك. ايضا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي. الحمد لله بالسلامه. ربنا يخليك يا استاذ محمود. استاذ محمود استاذ جمال، انا بس عايز ابدا مع حضراتكم بحاجه مهمه جدا. هو لماذا لا يتم تطبيق تقنيه الفار في دور الثمانيه قبل بس في الاتحاد الافريقي يعني؟ يعني ايه الفكره في ان انا يبقى عندي مباراه زي مباراه الاهلي وصن داونز وما فيهاش تقنيه الفار؟ ايه الفكره في في الموضوع ده؟ بالنسبه لي موضوع محير جدا. هي ما فيهاش فكره، هي فيها تقصير طبعا. لانه طالما انت هتلعب بطوله زي ما احنا بالنادي دايما بتلعب بطوله بنفس الشروط، يعني هتطبق الفار هتطبقه من الاول. طبقه من الاول ويبقى مجبر كل الانديه المشاركه ان هي تطبق الفار في الماتشات اللي في ملعبها. خصوصا يا استاذ جمال، انا مثلا في مباراه الاهلي وصن داونز ممكن احد الفريقين ايوه طبعا يتعرض للضرر ويخرج بسبب خطأ تحكيمي. ما هي عشان كده واحده هتطبقه في النهائي، يبقى تطبقه في دور 64 حتى. انت تاخد قاعده عامه انه كل الادوار بيطبق فيها الفار. نعم. فدي ما فيهاش فكره، هي فيها انا بقول انه تقصير من الاتحاد الافريقي. لانه هو اولا مش هيعمل هو حاجه من عنده، هو هيفرض النظام. يعني لو مثلا هتتكلم في مليون دولار يا استاذ محمود، هتبقى العمليه ايه؟ المليون دولار دول طبعا هيوزعهم على كل الانديه وهياخد مكسب. تضمن طالما انت مقتنع ان الفار مهم، هو مهم في كل الادوار زي ما حضرتك قلت، ممكن الاهلي او سان داونز او الهلال او الهلال او القطن او اي حد، اي حد يعني ممكن يخرج من البطوله بسبب حاجه زي كده. نعم. ان هو لا يتاهل الى المربع الذهبي مثلا. حقيقي. بسبب القصه دي، فعشان كده لازم يعاد النظر في هذه المساله. واحنا برضو من خلال قناه الاهلي بنبعت رساله للاتحاد الافريقي ان هم يراعوا هذه النقطه في البطولات القادمه. استاذ محمود، ما هو برضه الناس بتشتكي، او كل معظم الفرق في افريقيا بتشتكي من عدم تطبيق الفار في هذه المباريات. الفار في هذه المباريات ده اولا، ثانيا لا يوجد عداله تحكيميه. هو بامانه شديده احنا كده رجعنا كانت واضحه في كام رجعنا لا رجعنا يعني للمربع صفر من البدايه. ولم ينفذ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي اي من وعوده الانتخابيه اللي قالها لما ترشح. قال انه ما فيش مباراه تتلعب 3 الظهر 3 العصر، كل مباراه تتلعب بالليل. لو ده بعد كمان ايه؟ بعد ما هو فاز بسنتين اهو. انا بقول لحضرتك اهو، هو قال كده، قال ما فيش مباراه تتلعب العصر في الشمس الحارقه، هتتلعب المباريات كلها الساعه 6 وخلاص انتهى العصر بتاع، وان هي عندنا بطوله محترفه تستحق مزيد من التطوير والاهتمام. قال ان انا هطبق الفار بدءا من دور المجموعات دور ال 16 ولم ينفذ اي شيء حتى الان، وامر غريب جدا. اذا كنت انت اخترت الملاعب، يعني الملاعب واللجان عندك زارت واختارت وشافت، يعني اذا انت محدد هدفك واضح، فلماذا لا يطبق الفار؟ يعني مطبق الفار قصدي من دور المجموعات، يعني بعد الحسم الاول والثاني بيبقى دور الثمانيه. ليه تخليها من دور الثمانيه؟ يعني حتى انت في دور الثمانيه، يعني عاوز اقول لك حاجه، يعني انت بطوله بحجم دوري ابطال افريقيا بتقول لي عاوز اعمل سوبر ليج اللي هي هتبقى البطوله الاقوى، طب ما تطور دي وتخليها فيها في اطار الاهتمام. ايضا حتى على مستوى التحكيم وعد بنقله تاريخيه في مستوى التحكيم. احنا شفنا النهارده نقله تاريخيه. انا بكلمك اهو، شفنا النهارده وجوه جديده في التحكيم اللي احنا شفناها بدات تظهر ملامحها في الجوله الاخيره اللي ظهرت دي، خاصه انه العديد من الحكام اعتزلوا، يعني من اللي هم معروفين على الساحه ولهم تاريخ طبعا ناصع البياض في اداره المباريات الكبيره والتاريخيه. وكانت في بعض الحكام منهم حكام ملاك لبعض الانديه في افريقيا يعني. فعاوز اقول لك انه بامانه شديده انا من وجهه نظري كمتابع، لم يحقق باتريس موتسيبي حتى الان وعد من وعوده على ارض الواقع. يعني كل هذه الامور تجري في اطار مجرد مسكنات وكلمات لا تضيف جديده للكره الافريقيه، واعتقد ان الوضع لا يحتمل اخطاء. يعني من سيدفع فاتوره من الانديه اللي يعني مثلا تاهلت او خرجت بخطا غير مقصود او خطا مقصود بمعنى ادق واصح؟ من اللي هيحاسب عليها؟ فاعتقد ان الامور بامانه شديده تحتاج إلى إعادة نظر
والى التبكين، لان هو قال كده، قال هنطبق الفار ده، قالوا هيقول من الدور الاول. طب ما جاش الدور الاول في دور ال 64 والدور ال 32 ما عملتش حاجه. طب بدانا دور المجموعات ها، وبرده المحصله والنتيجه يعني واحد. انت لو حد قاعد في افريقيا وبتتفرج على ماتش الاهلي وسان داونز، واحد النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا بالبطولات وعدد البطولات وكذا، نادي سان داونز واحد من اهم واقوى الفرق في افريقيا، والاثنين بيلعبوا، ما هو ممكن مثلا لا قدر، خلينا هنا نتكلم عن النادي الاهلي، لا قدر الله كره اوفسايد وما تتحسبش، ما تبقى، ما هو مفيش فار، مفيش فار طبعا، لا طبعا شيء، فما تتحسبش والنادي الاهلي يخسر ويطلع بره البطوله، هي نفس النتيجه بسبب انه حكم لا يوجد فار. لا وحكم مثلا ما عندوش خبره، احنا ما نعرفش الحكم اللي طبعا تم اختياره لمباراه الاهلي، ما اعرفش سان داونز هل تم الاعلان عنه او لا. تم الاعلان عنه، اعتقد سنغالي هو اسمه حاجه سي، وجه جديد يعني اعتقد وجه جديد. طبعا هتبقى مباراه على المحك، مباراه في غايه الصعوبه، طبعا احنا هنتكلم عنها ونتناول، لكن انا عايز اقول لك انه انا كنت اتمنى انه زي ما الناس تناولت عيسى حياته واخدوا يعني صوره سيئه ليه، لكن عيسى حياته هو احد ابرز رؤساء الاتحاد الافريقي في التاريخ، حقيقي اللي صنع النهضه للكره الافريقيه من خلال اقامه البطوله الامم الافريقيه ودوري الابطال في كثير من الملاعب، بنى كثير من الملاعب، طور، استخدم، عمل، طور، كل الكلام ده على عيسى حياته كلام كان بعيد عن الواقع بامانه شديده. لما جه يعني الملياردير الجنوب افريقي رئيس نادي سان داونز، توقع الجميع انه يكون هناك نقله على مستوى جنوب افريقيا، يعني على مستوى الاهميه والتطوير اللي فيها والشغل وتعامل على الارضيه بس، ولكن بامانه شديده راينا ان الامور عادت الى مربع، المربع صفر، النتائج زي ما انت شايف، اخطاء التحكيم واضحه لا تحتاج الى دليل، طبعا هناك مخاوف، الامور هناك يولد حكام يتم تفصيلهم في المراحل اللي جايه بشكل او باخر. اعتقد انه الامر ان منظومه التحكيم في القاره الافريقيه تحتاج بامانه شديده لوقفه، وكان يجب عليه ان يكون حريص اكثر هو للدفاع عن سمعه الاتحاد الافريقي وما يناله وما يتعرض له من هجمات شديده جدا من الانديه ومن المنتخبات بخصوص التحكيم، كان يكون عليه تفضيل ودعوه اقامه كل المباريات تحت عين الفار، لكن بامانه شديده لم ياتي جديد، لم ياتي بجديد حتى الان، لم يقدم الشيء اللي يستحق عليه ان هو يرأس، واسمه عيسى سيس حكم سنغالي بمناسبه لم يقدم يعني بامانه شديده باتريس موسيبي لم يقدم شيء حتى الان يستحق عليه ان يرأس الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب دايما الاجواء في افريقيا بتكون مختلفه، مثل هذه المباريات كيف ترى كواليسها؟ احنا مش عايزين نتكلم فني، لكن عايزين نتكلم الكواليس اللي بتدور حول هذه المباراة، مباراة الأهلي وسان داونز، وحضرتك أكيد سافرت كتير مثل هذه المباريات. طبعا شوف يا كابتن، هو أولا النادي الأهلي مسافر هذه المباراة ويضع أمامه هدف واحد إن شاء الله، وهو تحقيق الفوز أيا كان صعوبة هذا الأمر، يعني مش هنقدر نقول إنه مسألة سهلة أو في المتناول، يعني مش موضوع سهل قوي كده، لكن هو ده النتيجة اللي ممكن تعدل الموقف تماما في المجموعة بالنسبة للنادي الأهلي يعني خصوصا. أما الكواليس بقى اللي هي المعروفة كواليس الأفريقية، سواء كان أمور كلها أولا بتبقى خارج الملعب، إحنا شفنا يمكن قبل المباراة دي دعوة جماهير للدخول مجانا، وأي حد لابس أصفر هيخش، وحفلة غنائية، وحفلة غنائية. بس أنا بشوف برضو أن ممكن هذه الأجواء تبقى احتفالية أكتر منها لا علاقة بالمباراة، يعني ما هوش هو عايز يجيب الجمهور بس، مش عايز حاجة تانية، هو عايز يجيب الجمهور. يعني لو جبتوا لنا، أنا آسف يا أستاذ جمال، لو حضراتكم دلوقتي جبتوا لنا شباب، لو جبتوا لنا صور مباريات الهلال مثلا وسان داونز اللي كانت في بريتوريا، مفيش جمهور في المباراة. لا هو دايما دايما لو تلاحظ ان الكلام اكتر، وده على فكرة مش ادعاء شيء، يعني احنا مش هنقول ان دايما مباريات الاهلي عليها العين، احنا شفنا الهلال، لا احنا شفنا الهلال مدى اهتمامه، وانا شفت تصريحات بصراحة لبعض المنتسبين او منسوبي الهلال لا بعيدة تماما، يعني انا شايف حد بيتكلم امبارح على التيك توك والكلام ده بيتكلموا كلام صعب جدا، وانه النادي الاهلي يعني حتى انت وصلت الى ان النادي الاهلي بقى مدلل الاتحاد الافريقي، يعني حتى
المنافسين في افريقيا بداوا يتكلموا على جزئيه غريبه جدا. أيوه. ان النادي الاهلي مدلل. هنرجع نقول لهم تاني هو مش مدلل بدليل. لا ما معلش انت عارف الدليل. مباراه الاهلي والقطن انا اسف الهلال والقطن. هو القطن مدلل؟ لا ما مدلل بس ما لهمش طلعوا صح حاله. لا القطن مش القطن مش مدلل. القطن لعب مع الهلال في السودان في في ملعب ال فضح الدنيا ماتش القطن بدون امانه شديده. لا فهل ده معناه ان الاهلي برضه طلب ان الماتش ده يتعمل؟ لا أنا طبعا انا كل اللي بقصده ان من ضمن الاجواء والكواليس انه دايما في حاله من حالات التحفز والانتظار. ايوه لمباريات الاهلي ايا كان المنافس. طبعا ده احنا ما بنقولش ده ان دي مظلوميه. لا احنا لا نتحدث عنها كمظلومية. أيوة. لأنه النادي الأهلي لا يضع في اعتباره مثل هذه الأمور. صحيح. هو يضع في اعتباره إنها مباراة داخل المستطيل الأخضر وبإذن الله بيعمل كل هو اللعيبة والجهاز الفني بيعملوا كل الإجراءات اللي من شأنها إن هم يحققوا أفضل نتيجة. واخد بالك؟ لكن قصة بقى إن الكل مركز قوي يعني حتى بما فيهم صن داونز بيعتبروا هذه المباراه بالذات زي ما شفنا كده الاهلي يا استاذ جمال. ايوه بالظبط الاهلي يعني احنا لا بناخدها لا بناخدها على انها مظلوميه ولكن ده قدر ده قدر النادي الاهلي. واعتقد برضو لاعبتنا عندهم من الخبرات باذن الله ان هم يقدروا المسؤوليه الملقاه عليهم في هذه المباراه. جمال انا لعبت مع نادي الاهلي في سان داونز مع النادي الاهلي لعبت في نادي اخر ضد سان داونز بالظبط. دي حاجه ودي حاجه. مع في جنوب افريقيا كايزر تشيفز مثلا لا انا اقصد انا كنت بلعب في نادي تاني يعني بتفرق طبعا. لا طبعا بتفرق. فانت بتبقى رايح والعين عليك ان ده بطل افريقيا. طيب بطل افريقيا وعشر مرات مش كده؟ فانت رايح الناس كلها مترقبه ومنتظره وده اللي بيخلينا دايما نطالب لعيبه النادي الاهلي ايه؟ ان هم يبقوا على مستوى هذه المكانة اللي حققها النادي الاهلي خلال السنوات الماضية. وحققوها هم. بالظبط. وحققوها هم. وهم كمان هيقدروا يحققوها يعني. هم يدافعوا عن تاريخهم. انا شايف يا كابتن سام معلش. اتفضل. ان المباريات دي يعني ايه تكسب ولا تلعب. برافو عليك. طبعا. انا قلت كده على ماتش المقاولين كمان خلينا زي ما حد بيقول كده. فقال لك يا جماعة ده مش عارف. بص يا كابتن. هذه المباراة بالذات مباراة روح. إذا لم تمتلك دافع الروح. وروح الفرينة الحمراء الأصلية اللي على الحقيقة. أيوة. اللي تظهر في مثل هذه المواقف 1907 أنا بكلمك أهو اللي هو يعني إيه خلاص ما ينفعش ألعب مع صن داونز ما ردلوش الدين يعني لابد يكون هناك حافز واستعداد. يا جماعة الفرقة دي كسبتنا رايح جاي في البطولة اللي فاتت يعني كسبتنا رايح جاي رغم إن هي خرجت من دور الثمانية. خرجت من دور الثمانية بعد دور المجموعات خرج محدش كان يتوقع وخرجت من فرقة محدش يتوقع برضو مستواها مش زي مستوى صن داونز. صحيح. فأنت محتاج تأهيل وإعداد والإيمان بقدراتك وثقتك في نفسك وتمثيلك لنادي بحجم الأهلي يحتاج منك ما فيش ذرة سرحان. حقيقي. ما فيش ذرة عدم تركيز. ما فيش خطأ. ما فيش ثانية ما فيش لمحة. لابد تعيش التسعين دقيقة وانت واقف على طراطيف صوابعك وتقول انه جه الوقت اللي لازم ارد الدين. لا كفاية كده يعني انت احنا لعبنا معاه وهو لعب معانا مباراة كبيرة بان فيها امكانيات فريق كبير فريق يعني بص لا فرقة كورة فرقة كورة طبعا. ورغم ذلك انت كنت قريب من تحقيق الفوز لولا السرحان. لا الفوز ايه وانت كنت متأخر. انا لما اكلمك اهو كنت انا بقولك اهو لولا السرحان لولا يعني عدم التوفيق ببعض الفرص. فانت رايح المباراه دي ما تجيش تقول لي في تفكيرك ولا شغلان في اي حاجه لا تقول لي درجه حراره ولا تقول لي شمس ولا تقول لي المباراه الساعه 3 العصر انتهى الكلام مفيش حجج يا جماعه. صحيح. بصوا عشان بس ان ايه نكون واقعيين مع بعض لو انتوا رجعتوا اتفرجتوا على تصريحات تنهاج مدير فني بتاع مانشستر يونايتد بعد مباراه 7-0 قال كلمه واحده بيسالوه بيقولوا له هل يعني الهزيمه راجعه لبعد الماتش هل شايف ان الهزيمه راجعه للارهاق والاجهاد عشان الفريق لعب نهائي كاس كاراباو ومش عارف مين كان قال له رد على الوزير قال له الكلام اللي انت بتقوله ما صحش تسال السؤال ده ارهاق ايه واجهاد ايه احنا العيب فينا
دول لعيبه المفروض محترفين ما يقعوش في الاخطاء دي. فاللي انا عايز اقوله تاريخنا وقدراتنا وامكانياتنا واللي احنا عملناه لابد ان يظهر المعدن وطينه الكبار في مواجهه يوم السبت المقبل. نعم. لابد انك انت يكون عندك تركيز وحافز بكسر عزيمه صن داونز. لازم توجه ضربه غير متوقعه. ده اولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الشكل اللي هيختاره كولر لابد كولر يعتمد على المباغته، لابد يعني يكون في تفكير مختلف. طبعا مباراه صعبه، مباراه سهله بس مش مرعبه، لانه 11 راجل قصاد 11 راجل. الفيصل فيها ايه؟ الجهد، العرق، الاخلاص، العمل، ايوه، المذاكره، التركيز، البعد عن كل حاجه، النوم بدري، الصحيان بدري، التعود. المساله يا جماعه والله يعني مش عاوز اقول، انا عندي ثقه في الجهاز الفني، عندي ثقه في لعيبه الاهلي ان هم يقدموا واحده من المباريات الكبيره اللي نقولها لا احنا موجودين، احنا بالزبط. مش هنتنازل ومش هنسلم. صحيح. وتاهلنا هيكون باقدام لعيبتنا. طيب هنكمل كلامنا عن هذه المباراه المهمه والحاله المعنويه لكل لعيبه النادي الاهلي، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، اعتقد ان عوده عدد من المصابين هي اخبار ساره لمستر كولر في هذه المباراه. طبعا يعني عمرو السولية، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح. بس برضه لازم نشيد، يعني في بعض الناس بتنتقد مستر كولر في حاجه. اتفضل. ان هو مش مثبت تشكيل التشكيل، بس انا بشوف ان هو ده وجهه نظر الشخصيه. أوكي. يعني والواقع بيثبت ده. انه هو عنده بدائل، يعني ما عندوش مشكله في ان لعيبه تتصاب. يعني لو عنده لاعب مصاب بيقدر يشرك البديل بتاعه، بيكون غالبا في نفس المستوى، لان رجله في الملعب، لانه في الملعب على طول. واعتقد ان هو مجبر على ده. أوكي. يعني في ظل تزاحم المشاركات، افريقي ومحلي وكاس عالم والحاجات دي كلها، هو مجبر على انه هو يعني يشرك اكبر عدد من اللاعبين. ايوه. عشان يبقى عنده البدائل اللي هو مش اصابه توقف له الدنيا. نعم. واخد بالك؟ ده بدايه. هي المهم بقى كمان انه في المباراه، اهميه المباراه دي لازم تبقى واصله، اكيد واصله للعيبه، خصوصا بعد الهلال ما كسب الماتش الثالث. فبقى 9 نقاط. النهارده بقى الصن داونز 7. صحيح. انت عشان تخش بقوه في المنافسه على احد المركزين الاول والثاني، يعني اصبح اجباريا انت بتلعب على المكسب. ليه؟ هو ده اللي هيدخلك بدون انتظار. بدون انتظار لاحد. صحيح. بدون انتظار لاحد. نتائج احد. بالظبط. وكمان هيفرض على صن داونز انه مباراته القادمه امام الهلال برضه هيبقى لها اهميه. لكن هو لو لا قدر الله يعني كسب المباراه بتاعتنا اللي جايه دي، هو هيبقى مستريح هو كمان. هو وصل لنقطه 10. فالمباراه فرضت وجودها على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، ان هو لازم يحاول بقدر الامكان ان هو يعمل ده، بس امام فريق زي صن داونز، زي ما شفناها هنا في المباراه الاولى. هو فريق عنده اولا مهاجمين جامدين جدا، يمكن احنا برضو اتكلمنا ان هو عنده الدفاعات بتاعته مش قويه قوي، بس انت كمان محتاج قدام فريق زي ده الديفنس بتاعك او الدفاع بتاعك يبقى واخد باله برضو، حتى في لحظات يعني انك بتحاول تبني هجمه ما تنساش الواجبات الدفاعية، لأن دي مهمة جدا طبعا، وخصوصا في البدايات في هذه المباراة اللي هي يبقى فيه تأثير لارتفاع الارتفاع عن سطح البحر. أيه. ونقص الأكسجين، دي نقطة مهمة جدا. المباراة تقام في وقت برضو رزل جدا، الساعة 3، فدي عملية صعبة. فالأمور دي كلها لابد أنها تحسب بشكل يخليك تقدر تحقق اللي انت عايزه من المباراه. استاذ محمود، برضو كولر يعني الحقيقه وقدرته على حتى الانسجام السريع في الـ في الـ في الـ في القاره الافريقيه وما يحدث في القاره الافريقيه، شايف ده ازاي وكيف يؤثر عليه ايجابيا في المباراه القادمه؟ ما ده اللي احنا بنقوله.
المدرب المدربين الكبار بتظهر ملامحهم وكسب واكتساب الشعبية عند الجماهير من خلال المباريات الكبرى. يعني لما نيجي نعدد المدربين يقولوا عندهم مميزات. لماذا الأهلي ساد إفريقيا؟ لأنه أجاد الفوز خارج ملعبه. صحيح. استطاع أن يكسر مثلا عقدة الشمال الأفريقي في فترات كبيرة جدا. أصبح لديه أريحية. يعني بص عنده الثقة وتعود، عرف يتغلب ويتجاوز المرحلة. ماشي. أنت النهاردة عندك تحدي يا كابتن إسلام. لابد الناس عاوزة تشوف كولر بالملمح زي ما ظهر في مثلا كأس السوبر، في مباراة الدوري مع الزمالك ومنافس التقليدي، في مثلا مباراة بيراميدز. عاوزك تعمل حاجة تفاجئ بيها سان داونز. يعني لابد، ما فيش فريق ما عندوش نقاط ضعف. لا، في نقاط ضعف. لا، المهم نقاط ضعف واضحة. اه طبعا. المهم من وجهة نظري هو قدرته على تقليل الأخطاء. اوكي. قدرته على تقليل الأخطاء خاصة في وسط الملعب والخط الخلفي والأطراف. يعني أنت لو جيت رجعت الأهداف والهدف الأولاني في زن، هتلقاه بالكربون من هدف المولود العرب. نفس اللعبة ونفس الأوفر، نفس الوقفة، نفس الخطأ، نفس التصرف. إذا ده هناك خطأ عندي. أنا بكلمك يعني أخطائك هي اللي بتمنح المنافس فرصة إن هو يعمل معاك النتيجة. مش عاوز أقول المنافس جيد، لكن برضو أنت بتديله الدعم بارتكاب بعض الحاجات الغريبة جدا اللي أنت مش متوقعها. فأنا عاوز أقول لك إيه؟ إنه قراءة المباراة لا يعني تحتاج إلى شغل كبير جدا، تركيز من اللعيبة. يعني مثلا عودة خالد عبد الفتاح تديك دعم في الناحية الدفاعية، إنك أنت ممكن يا تاخده في الباك رايت يا تاخده بجانب محمد عبد المنعم. ها يبقى ده كده ايه عندك اهو، يعني عندك شغل. برضو السوليه بيديك تدعيمه في نص الملعب قويه جدا من العناصر الاساسيه، ودول يبقى مهم. احمد عبد القادر محتاج، لازم احمد عبد القادر يشعر بقدراته، يشعر ان هو عنده امكانيات. لازم يكون عنده روح واصرار قتال افضل من كده. هو عنده حاجه اكبر من كده. يحتاج الى جهد كبير جدا، لانه كمان انت هنا لما تبقى تشتغل وتأدي نفس الدور، وخاصة الدور الدفاعي يا كابتن اسلام، لم يعد حاجة في كرة القدم لا حاجة اسمها هجوم ودفاع. الفريق كتلة واحدة يتحرك امام ويتحرك للخلف، ومفيش حاجة اسمها انتظر. شوف لقطة محمد صلاح في اكتر من 3 لقطات في مباراته مع مانشستر، شوف هو ازاي رجع لمنطقة الجزاء مرتين ثلاثة، انقذ اكتر من كرة عرضية. يعني حتى الناس كلها تقول كده صلاح بيدافع، مفيش حاجة اسمها لو ما دافعش هيطلع بره، المدرب مش هيستناه. مفيش حد كبير على الكورة. يعني عاوز اقول لك ايه، في بعض يعني في قاعد ناس انت بتنتظر الكورة تجي لك ليه؟ يعني فين الحركة ومن غير كورة؟ فين الجهد وفين الجري وفين العمل؟ لا، هذه المباراة انا بقول لك اهو، هذه المباراة لابد ان يكون لك القناعة انك ازاي تكسبها. اكسبها ازاي؟ ده شغل مدرب، ده جهد لعيبة. اعتقد انه كولر ما عندوش رفاهية الوقت. احنا وضعنا انفسنا في موقف صعب جدا بالتعادل المفاجئ. احنا برضو في مباراة الهلال كان بيدينا احنا نحسم المباراة في الشوط الاولاني، ولكن التوفيق لما حلفنا وضيعنا اكتر من فرصة في الشوط الثاني، منحنا المنافس فرصة انه يروح علينا ويعمل علينا الجيم، وركزنا في حاجات تانية. وما كان المفروض احنا ممكن هدفنا ان احنا نسعى ازاي نتعادل ونعمل اكتر من كده. زي ما حصل الكلام ده، زي ما نقدر اقول ان انا رايح العب النهائي مع الصفاقس التونسي والنتيجة 1-1، ومانو لوجوزي قال قبل ما يسافر احنا هنكسب الكاس. ازاي؟ في اوضته. أه؟ انا بقول لك اهو احنا هنكسب الكاس. ازاي؟ انا عاوز دعم. فكانت دعم قوي جدا، دعم اعلامي مميز، ثقه في اللاعبين. كان نتيجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى بهدف في الدقيقه 92 93، هدف ما يتنسيش. كل الكلام ده ايه؟ وارد بيه يا كابتن اسلام. أيوة. وارد بالعمل، وارد بالجهد. سان داونز مش 18 لاعب، ده 11 زيه زيك. يعني عاوز اقول لك ايه، لا انا لازم ارد اعتباري. وانا شايف، انا من وجهه نظري ك يعني كصحفي متابع، شايف انه المباراه اكبر من كونها تتاهل وعدم ما تتاهلش. انا شايفها مباراه لابد من كسر عزيمه سان داونز في ملعبه، واظهر انه الاهلي البطل، وانه اللي حصل قبل كده كان اخطاء غير مقصوده. احنا منحناكم الفرصه واحنا جايين في ملعبكم. أيوة. نقول ان احنا فعلا رقم واحد في افريقيا باداء قوي جدا ان شاء الله، بتحقيق الفوز ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نترك بقى البطوله الافريقيه ونروح للدوري العام وتعيين بيريرا كرئيس للجنه الحكام. شايف ده
ما اعرفش هل المسمى اللي انا بقوله الاول صح. الواحد بقى بيخاف صراحه. هل هو رئيس للجنه الحكام ولا هو رئيس للجنه التطوير ومدير ومدير التطوير يعني. لكن اوكي نتمنى طبعا ان الخطوه دي تبقى في مصلحه التحكيم المصري، لانه الفتره اللي غاب فيها كلاتنبرج كان لها تاثير سلبي حقيقي. وكان في اداء برضو ابتدينا نرجع للاداء غير المرضي للحكام المصريين. اوكي المهم انه الراجل ده هيحط لنا خطه لتطوير. ما هو هي الفكره مش ان هو يدير صحيح. الاداره ممكن هو في البدايه ممكن يقعد فتره معتمد على المساعدين المصريين لان هو مش بيعرف كل الناس، فهيبتدي هو عبال ما يفهم. لا المهم الخطوات اللي هو هيعملها لتطوير الحكام، مش يكتفي بانه تعيين حكام وشرح الاخطاء. هو بيقول ان هو هيركز اكتر على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو التطوير. تطوير من خلال ايه بقى؟ مش من خلال الفيديو بس، لازم يكون عنده لقاء او لقاء يعني كل اسبوع مثلا في الملعب، يقعد مع الحكام ويتكلم معاهم ويوريهم الاخطاء دي على الطبيعه. هو الميزه ان هو قال ان هو هيقعد في مصر، او يعني ما هو ده اللي ما تم اعلان عنه. احنا معتمدين بقى على انه هل سنتلافى الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في التعامل مع كلاتنبرج ان هو يبقى استاذ زائر او طائر. لا يا ريس ده استاذ طائر يعني. لا لا يا ريس لا ده هو جاي وعارف اللي حصل مع كلاتنبرج. حلو جدا. عارف ايه ده؟ عارف ده في واحد معين في لجنه الحكام يعني يا استاذ محمود يعني اكيد عارف انت القصه دي. واحد معين في لجنه الحكام وقال لك مش عايزه. هو قال مش عايزه؟ لا ده هو عمل حاجه ثانيه يا كابتن. انت عارف طلب ايه؟ قال لهم انا هقعد اتفرج اربع خمس اسابيع مش هتدخل في حاجه. والله طبيعي لازم يتفرج. وهسيبكم انتوا اللي تعينوا الحكام وتعملوا. بعد الخمس اسابيع هيكون في قرار. لغايه ما يكون فكره يعني. هغير. انا اللي هعين الحكام. انا اللي هختار اللجنه. الدوري الممتاز فقط؟ ايوه انا هو بتكلم. لا على فكره الدوري الممتاز والممتاز به. طب هو هيعرف منين الممتاز؟ ما انا بكلم. لا هو هو هيتفرج على الممتاز الاول يعني هيبدا بيبدي وبعد كده قال انا اللي هعين الحكام الممتاز. انا اللجنه هشوف مين اللجنه يقعد ويمشي يعني. ممكن يقول لك الناس ما تنفعنيش. ها اوكي هو معاه حق على فكره. في تواصل مع ناس تانية. هو واحد من المقربين لروي فيتوريا. انا بقول لك اهو الحالي للمنتخب المصري. انت عارف يعني البرتغاليين احنا اخوالهم يعني. صحيح. احنا كعرب اخوالهم. هم بيقولوا كده يعني. من جوزك ده بنقول الكلام ده تمام. لان جزء كبير جدا من اللغه البرتغاليه تجد على الاقل 10 كلمات باللغه العربيه. فهم يعني شرقيين وفاهمين يعني. بص عشان ما تضحكش على بعض. هو بيريرا جاي فاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم الحدود. رغم انه داخل اتحاد الكوره هناك اعضاء مجلس الاداره رفضوا وطلبوا ان هو ما يتعاقدوش مع حد وانه يكملوا الدوري بالوضع الحالي. لكن كان هناك اصرار من جانب طرف اخر عشان ايه نخرج من القيل والقال. واحنا ما لناش مصلحه. المفروض لما مصلحه هدفنا ان المسابقه بتاعتنا تنجح. انا اتمنى انه الراجل يعني ايه يبقى في امانه ونتخلص من مساله المصالح يا اسامه. والهدف الاساسي هو خدمه الكره المصريه طبعا. نرتقي بالمستوى اللي احنا شايفينه بامانه شديده. اذا لم يحدث هذا الكلام يبقى بطلنا الكلام ده ونقفل ونروح. لان الامور عاوز اقول لك على حاجه بامانه شديده. لا الوضع محزن على الصعيد. واديك شفت انت بطوله الشباب. شفت منتخب السنغال كان عامل ازاي؟ منتخب جامد. شفت عامل ازاي؟ شفت انت منتخب تونس حتى اللي خسر. شفت عامل نيجيريا يعني ايه؟ كل الحسابات دي تخليك انه لا مجال للمجامله. هي الموهبه تفرض نفسها بكثير من العمل والجهد. مدربين وطنيين مفيش اجانب. تعرف اختبارات. بدون قطع كلامك اتفضل. عارف جامبيا دي فين؟ مع طبعا. كل الاحترام ليها اصل انا تابعتها برضو في كاس الامم. هي عباره عن نهر جوه السنغال. يعني اللي وصل النهائي مين؟ جامبيا والسنغال. هي دوله صغيره شقيقه وكل حاجه. انما لما تشوف حجم الدوله حجم دوله صغيره جدا ومع ذلك فيها نهضه كرويه. ايوه يعني ده دليل على ايه بقى؟ لما يبقى السنغال والبلد اللي جواها اللي قد كده صغنطوطه هما الاثنين في نهائي كاس الامم الافريقيه للشباب. ده معناه ان في شغل ولا في دولارات كتير ولا في حاجات من دي ومع ذلك
بيشتغلوا لمصلحة الكورة في البلد. أوكي. فده مهم، دي نقطة لازم يبقى احنا عندنا على قد الفلوس اللي بتنفق على تطوير الكرة المصرية من الدولارات حقيقي لازم عندنا يبقى عندنا عطاء ناتج. يعني عندنا ناتج، عندنا ناتج، ناتج لعيبه مميزه. فشل في 2006 وفشل في 2003. اقول لحضرتك، تخيل حضرتك يا استاذ جمال، يا استاذ محمود، بما اننا فتحنا هذا الامر، اترمى اكيد حضراتكم عارفين اترمى انه ايه، هنعين محمود صبري مثلا مديرا فنيا لمنتخب 2005. وبعدين بعديها بيوم اترمى ان هيجي مدير فني اجنبي. طب هو مش المفروض الاول نجيب المدير الفني الاجنبي عشان هو اللي يختار المدير الفني للمنتخب الناشئين ولا او المنتخب 2005؟ ولا انا كلامي ايه؟ مدير فني للاتحاد. الفني للاتحاد اجنبي. دايما بنبتدي بالمقلوب، حاجه غريبه جدا. طب ليه هتعين بتاع 2005؟ ما تصبر لغايه لما تجيب الراجل هو يعين. صح. يختار زي ما هو عايز ويعمل زي ما هو عايز، على الاقل عشان تلاقي، عشان حاجه تحاسبه عليها. أيوة يعني. ايوه بالظبط، وجهه نظري. ايوه ده كلام سليم، لازم ناخد. ما انا عشان كده مش قالوا ان هيبقى في مؤتمر بعد الخروج منتخب الشباب؟ ما حصلش. احنا قلنا ساعتها ان ده كله بيهدوا الدنيا وخلاص. طالما ما حصلش يبقى انت كاتحاد المفروض ان انت شغال دلوقتي على اصلاح المنظومه. يعني احنا ما بنقولش حد يمشي، اقعد بس حط لي خارطه مظبوطه مبنيه على منطق. عايز مدير فني للاتحاد، ماشي هات. بس زي ما انت بتقول، ما تعينش مدير فني منتخب 2000 ومش عارف وكام غير لما يبقى عندك المدير الفني اللي هيحط لك الاستراتيجي. طب هتحاسبه على انت جايبه ليه؟ بالظبط كده. يعني بالزبط. يعني انت هتجيب مدير فني اجنبي يا استاذ، وانت تكون عينت الناس، وانت معين الناس، طب هتجيبه ليه؟ هتحاسبه ليه؟ هتحاسبه وهيقول لك مش انا اللي معينه. هتحاسبه على ما هو قال لك الراجل اهو، قال لك مش احنا اللي عيناه. جت الدنيا لما دقت على الراس طبوه زي ما بيقولوا. لا لا بس ده كان عندي سنة قدام. ما انا بكلمك اهو، قال لك ما نعرفوش وما لناش دعوة، يعني حتى ما انتظروش. يعني عارف انت ايه؟ لم يحترم قدرات الكابتن محمود جابري اسبوع حتى كنت بعمل فيه تقرير خلاص. صحيح. انتهى وشكرا. صحيح. يعني عاوز اقول لك ايه؟ لانه التصرفات اللي حدثت من بعد اللعيبة ده كارثة. انفلات غير مسبوق. ورئيس الاتحاد يعني حاجة اللعيبة اللي مثلا يعني لعيب ما اشتركش، حارس مرمى ما اشتركش، استخدم كل الادوات لتشويه الجهاز وتقليب زمايله داخل الفرقه، يبقى عاوز النيات تبقى عامله زي كده. عاوز ربنا يكرم ازاي يعني لما تجد يعني مثلا لعيب اعتدى لفظيا على المدير الفني بتاعه ماشي، لما تجد لعيب ساب المعسكر ومشي ورجع الفجر، وكمان رئيس الاتحاد جاي يقول لك لا خليه جوه ولعبه، لما تجد اتنين لعيبه مهاجمين ضربوا بعض داخل المعسكر، مين اللي يبقى هو الكبير ومين الصغير؟ لما دول يبقوا شباب وتقول عليهم نماذج، ها لما فيتوريو قاعد معاهم قال لهم انتوا اللي في كاس العالم 2026 انتوا اللي هتبقوا موجودين، دول موجودين ازاي؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ الاختيارات من الاساس فيها كثير من الاخطاء، لانه الكارثه لازم يكون تتعمل انه العيال مع كامل احترامي ليهم، انت لما فيش حد اداك امل حتى ريق حلو، يعني مفيش حد عمل واحده، مفيش خالص. يعني ده مفيش خالص، مش فاكر الاسماء حتى، مفيش حد مش فاكر الاسماء، معلم معايا انا بكلمك اهو. لا 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 يا كابتن اسلام، لا في حاجه بامانه شديده خلاص. يعني خلي بالك الكره المصريه مش اول مره نعملها على فكره. الكره المصريه يا ريس خلاص، لا دخلت نفق والله، اذا ما خرجتش منه يبقى في مشكله. عندنا منتخبات شباب وناشئين؟ لا، ما احنا كان عندنا منتخبات ناشئين وشباب نجحت جدا، دليل على اننا عندنا القدره لو فكرنا صح، يعني اننا يبقى عندنا تنظيم سليم للموضوع. المهم يبقى انت الاول بتحط برنامج عمل، برنامج العمل ده ماشي له خطه معينه حقيقي. انت عايز النهارده منتخب زي ده محدش هيزعل عليه وهو كده بيتسرح، محدش لا 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 ولا حد يا راجل يا استاذ. يا استاذ جمال، اذا كان قال لك هنعمل زي ما استاذ محمود بيقول كده، هو فين بالظبط؟ مش عارف، لسه كنت تقول هيعمل مؤتمر. طب فين المؤتمر ده؟ طب ايه اللي حصل مع منتخب الشباب؟ انا قريت للكابتن حازم امام بعض التصريحات فيما يخص منتخب الشباب. قال لك احنا كاتحاد كوره عملنا اللي علينا، سندناهم وجبنا لهم احسن حاجه وعملنا لهم احسن مباريات وكذا وكذا وكذا، وفي النهايه ده توفيق وعدم توفيق.
من وجهة نظر الكابتن حازم قد تكون جيدة، لكن في الآخر أنا من وجهة نظري إن هناك بعض الاختلافات الكبيرة جدا وكنا كلنا بنقول عليها وبنشاور عليها قبل البطولة يعني أنا هنا في هذا البرنامج قبل البطولة بشهرين أو بثلاث شهور تقريبا شاورت على حاجات معينة بالزبط. كانت بتحصل وكانت بتتعمل علشان واضحة لكل الناس. المهم يا كابتن نتعلم عشان نعرف نشتغل. طيب معلش يا استاذ محمود يا استاذ جمال، واحنا بنتكلم حالا الان وصول لاعبي النادي الاهلي الى جنوب افريقيا لسه واصلين حالا زي ما حضراتكم شايفين، ودايما بنكون مع حضراتكم علشان الاستاذ طارق قنديل طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي متواجد اهو امام حضراتكم وبقيه اللاعبين، والكل الحقيقه ينتظر او اعتقد ان دول بعض الموجودين من السفاره لاستقبال الفريق، زي ما حضراتكم عارفين دايما يا استاذ جمال يا استاذ محمود في كل مكان بتجد السفاره المصريه ودورها الكبير طبعا في مسانده كل البعثات المصريه الرياضيه اللي موجوده، مستر مارسيل كولر وعودته ووصولهم الى جنوب افريقيا وبدايه هذه الرحله الكبيره جدا والقويه جدا، واللي الكل بينتظر لعبت النادي الاهلي في هذه الرحله. وسؤال على الهامش، اتفضل. اولا الحمد لله على سلامتهم وان شاء الله يقدروا يحققوا اللي احنا عايزينه، لكن السؤال اللي على الهامش، رغم ان المباراه اتلعبت مباراه المقاولين، ايه اللي كان هيضير في تاجيلها؟ خلاص هي اتلعبت والاهلي كسبها، لكن انا مثلا ده سؤال برضو، انت ليه ما تديش فرصه لفريقك اللي هيشارك في هذه المباراه ايوه الوقت الكافي ان هو يعني يبقى مرتاح صحيح هو عايز مرتاح هو ليه يعني لا هو من المفترض ان انت بتقف مع في كل الفرق الاربع فرق اللي بيلعبوا بالمناسبه يعني ايوه طبعا صح يا استاذ محمود لا يا رد بس هو عايزه مرتاح يا كابتن اسلام لا مش عايزه مرتاح هو خليه كده يعني احنا عاوزين ايه انت عاوز تاخد كل حاجه وتلعب في كل حاجه يا سيدي وايه المانع ايوه يا راس انا بكلمك الصوره واضحه هي من السنه دي من السنه اللي فاتت ده فيريرا السنه اللي فاتت لما كان الدوري خلاص بدا يحتدم وقالوا له ده تعبان والفرقه تعبانه طلب بس انا من عاوز اجل يوم حاضر يا فهمت علي بس ساعتك راح مأجلين الماتش مأجلوا له يوم عشان يريح الفرقه لكن النادي الاهلي لا طبعا لا احنا عاوزين انا سمعت على فكره مكسب المقاولين العرب ده كان في غايه الاهميه بالنسبه لي خلي بالك كان نقطة مهمة جدا انك تكسب ماتش زي كده طبعا اللي انا عايز اقوله لك يعني انا عايز اقول لك انه ايه بامانة شديدة وحضراتكم بتتكلموا برضو وصول بعثة النادي الاهلي الى جنوب افريقيا وبداية هذه المباراة تبدا من الان يا استاذ محمود يا استاذ جمال خلاص يا ريس بص اولا الحمد لله بسلامة البعثة ان شاء الله يعني نتمنى لهم التوفيق والموضوع يكون بايدينا انا شايف انه قدرات لعيبه الاهلي ايوه وفي حاله ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني التركيز الالتزام يعني عاوز اقول لك ايه لا يعني انا اخلي المباراه ايجابيه بالنسبه لي انها خلاص مباراه ده النهائي أيوة. مباراه النهائي صحيح. بالنسبه لي برافو عليك ايوه برافو عليك النهائي بالنسبه لي مباراه النهائي دي هتبرهن وهتوجه رسائل كتير جدا يعني ايه صن داونز اصبح فريق مرعب بالنسبه لكثير من الناس اللي شايفاه وهم بيتكلموا بثقه بيقول لك احنا المان سيتي في افريقيا احنا عندنا الكوره وعندنا اللعب احنا اللي رجعناهم ما انا بقول لك انت اديت الفرصه وانت اللي عملت وعاوز افكر الناس بس نرجع شويه قبل ما يجي موسيماني لما جيت ولا تدريب كان قال لك ايه عندنا مشكلة احنا كصندوق مش عارفين نكسب في الشمال الافريقي عندنا مشكلة خلاص الدنيا اتطورت بأمانة شديدة بيطوروا بيضيفوا عناصر مميزة في شغل كبير جدا بأمانة نادي محترم نادي يعني بيقدم كرة مميزة سرعة لياقة خفة في الحركة في التنقل في اللمسة يعني عاوز اقول لك ايه لا في التفكير لا بأمانة شديدة لا فرقة محترمة لكن ايضا احنا ابطال افريقيا عندنا ثقه في انفسنا لازم يكون عندنا ايمان بقدراتنا لازم اشوف المباراه بمنظور مختلف فرقه كسبتني رايح جاي خلاص انا عندي حاجه لازم اعملها اديها لك في مباراه كذا ان انا العب مباراه انت ما تتوقعهاش هو دلوقتي عامل ايه هو دلوقتي عامل ايه هو شاف ان المباراه احتفاليه وفتح الجمهور وعامل حفلات خلاص انا هنا
يبقى القدرات ازاي ان انا اقدم مباراه كبيره جدا ان شاء الله إن أنا تيجي موجود. بتاثير عكسي. طبعا لا لابد من استغلال انصاف الفرص. لابد يكون عندك يعني بص لابد يكون من المباغته، لازم تباغ صن داونز بشيء انت تعمله. يا جماعه يعني الاهلي لما استرد بطوله افريقيا بعد غياب 14 سنه استرد ده من صن داونز هناك بالتعادل 1-1 بهدف التعادل اللي احرزه الكابتن سيد عبد الحفيظ. انا حاضر على المباراه يعني حضرت المباراه، حضرت النهائي هناك كنت موجود. لا طبعا وبص جمهور مش عاوز اقول لك يعني وتشجيع حماسي جدا. لكن هنا الايمان، والمباراه كانت في رمضان، كانت رمضان وكانت الساعة 4 أو 3 نفس التوقيت، بيلعبوك في نفس التوقيت لأن هم بيلعبوا على الوتر ده أنك أنت اتعودت تلعب ليلا. الأمر يا جماعة بص البطل بطل أفريقيا الحقيقي لا تقول المباراة 3 العصر ولا 5 العصر ولا 1 الظهر، أنت جاهز ولا 100,000 ولا 200,000. من المفترض أن أنت جاهز أن أنت تلعب كل المباريات. بص أصبح لديك يعني كل الخبرات اللي اكتسبتها وخدتها وأنت صنعت تاريخك من إيه؟ من الجهد والعرق والدم بالاخلاص بالروح في ماتشات في تاريخك. استرجع وبص شوف الناس اللي عملت التاريخ عملته ازاي. انت لابد انك انت يكون لك بصمه انك انت تبرهن وتؤدي مباراه كبيره جدا تدافع بيها عن نفسك وتعود كابتن بثلاث نقاط مهمين جدا يكونوا خطوه لخطف بطاقه التاهل. يعني سيناريو المباراه الاولى كان في ايديك ان المباراه تنتهي لصالحك، يعني انت هو جاب هدف التعادل بعد ما انت تقدمت 2-1، جاب في الدقيقة 80، يعني برضو ده شيء لابد ان احنا طبعًا نتعلم طبعًا. لا نحاول طبعًا. لا طبعًا. نحافظ ازاي على تقدمنا. ما دي كانت مشكلة بالنسبة للفريق، دي مشكلة تحول للدفاع وازاي التقدم بتاعك في وقت معين. انت مش محتاج تجيب تفتح خطوطك. لازم يبقى فيه حرص شوية دفاعي، اداء يميل اكتر الى التأمين للحفاظ على النتيجة، خصوصا قدام فريق كبير. نعم يعني كل ما الفرقة اللي قدامك كانت كبيرة وتجيد اللعب تحت الضغط انت لازم تبقى حذر من قدامها برضو. طيب برضو يا شباب يعني عايزين لو تقدروا تجيبوا لنا زميلنا فاروق صلاح حتى لو على التليفون يعني من هناك يقول لنا برضو الأجواء ووصول البعثة والدنيا عاملة ازاي والأمور عاملة ازاي، لأنه الحقيقة أعتقد أن رحلة طويلة جدا هيبقى كله على آخره يعني ومش قادر لأن اللعيبة الله يكون في عونه. هو يعني يشرح لنا يعني لو طبعا طبعا لكن هو أنا بتكلم على اللاعبين يعني هو فاروق هيقول هو بيعمل إيه، لكن أنا بتكلم على اللاعبين أن هم يعني الله يكون في عونهم على آخرهم طبعا، لأنه مباراة امبارح ولا أول مباراة امبارح وبيلعب النهاردة وبيتمرن النهاردة الصبح وبعد كده بيطلع من التمرين يعمل شوية يعني استشفاء وبتاع وبعدين يروح على المطار يركب الطيارة يقعد 10 ساعات الى ان يصل الى جنوب افريقيا. لا رحله صعبه ورحله طويله جدا وان شاء الله يبقى وداخل فيها بقى تغييرات اللي هو التغيير في الجو صحيح والاكسجين اقل، دي كلها ما دي مهمه جدا طبعا. فعشان كده انا كنت بقول وعجبني كابتن شريف الخشاب، سمعت له برضو كلمتين امبارح بيتكلم على الجزئيه بتاعت يعني هو رابطه الانديه ملتزمة قوي بالمواعيد يعني في كل حاجة. هل الدوري هيخلص ده بدل ما كان هيخلص يوم كذا أجلوها كذا؟ لا بس ده عشان الأهلي في كأس العالم للأندية يعني. لا ده أنا بقول إن أنت في إيدك كنت أجلت 3 أيام ولا إنك أجلت يعني يوم يعني هتلاقي يوم تلعب. بس هو بيقول إيه إن أنا لو فتحت المجال هنا هفتح المجال لكل الناس. ما يفتح المجال لو في فرق بتمثلك أفريقيا إيه المانع لو أنت في إيدك تريحه. احنا ما بنقولش للاهلي، انا بقول بتتكلم الاربع فرق لكل الفرق المشاركه الاربعه يعني. 2 كونفدراليه و2 دوري ابطال حاول على قد ما تقدر توفر لهم الاجواء يعني على قد ما تقدر يعني. استاذ محمود في ظل هذه الاجواء اللي احنا شايفينها وفي ظل ده يعني السفير احمد الفضالي كان متواجد في استقبال بعثه النادي الاهلي وكالعاده الحقيقه زي ما بنلاقي كل السفارات في العالم كل السفارات المصريه في العالم كله وتسهيل كل الامور لكل البعثات الرياضيه المتواجده في العالم كله الحقيقه، لكن اعتقد انه
مهم جدا دور السفارة المصرية، لأنها بتذلل الكثير والكثير من الأمور في جنوب أفريقيا تحديدا دلوقتي. لا طبعا، لا ده هي العين بتاعتك، هي اللي بتسهل لك. على فكرة يعني كان دايما يمكن احنا نفتكر انه دايما كان كابتن سيد عبد الحفيظ بيسافر مبكر في كثير من الأوقات، يعني من خلال السفارة بيختار الملاعب التحركات يعني التوقيتات. جنوب أفريقيا معروفة دلوقتي يعني، خلاص يعني خلاص أصبحت الدنيا والوضع مختلف بحكم العلاقات، ودلوقتي التنقل بالطائرة الخاصة برضو يعني خفف عنك كتير من الحدود. طبعا لا شك انه السفاره المصريه في كل مكان بتبقى دينامو، يعني بتقدم كل الدعم لاي فريق يعني الانديه المصريه للمنتخبات في كافه الالعاب، بيبقى لها جهد كبير جدا. ولنا في السفاره في جنوب افريقيا شيء مميز، وممكن نفتكر من خلالها السفير، انا بسميه السفير النجم الاشهر اللي محدش يقدر ينساه، السفير ياسر مراد. السفير ياسر مراد في نهائي 2000 ايامنا احنا طبعا في نهائي 2001 مع صن داونز قدم تقريرا فنيا للجهاز الفني بقياده مانويل جوزيه، فنيا لدرجه ان مانويل جوزيه اصر انه يقابله بعد ما تم لا يعني كتب يعني انا بقول لك اهو كتب باللغه الانجليزيه وترجم من العربيه، طلب يقابله وساله قال له انت لعبت كوره يعني انت يعني من الحاجات اللي مصري إيه؟ اهلاوي انا بقول وصارت من هنا علاقه كبيره جدا، ويعني السفير ياسر مراد اهلاوي كبير له يعني لا لكن بيساعد كل الانديه طبعا هو من خلال سفير مصر من خلال يعني الكلام اللي هو سمعه ومن خلال علاقته ببعض المدربين في حتى في جنوب افريقيا، النصايح الكلام ده كل حاجه كتب واتحط وتسلم، وكانت شيء مهم جدا وقتها من النصايح انه الاهلي سافر بدري جدا قبل المباراه بحوالي 5 6 ايام هناك عسكر واستعد للمباراه وتعود على الاجواء واستطاع أن يعود بتعادل ثمين وحقق الفوز هنا في القاهرة في المباراة العودة 3-0. فأعتقد أنه دور السفارة والسفير المصري في جنوب أفريقيا والعاملين وكل الناس الموجودة بتكون قائمة على تذليل الصعوبات والعقبات والدعم الفني والنصايح وحكم العلاقة الموجودة. وده السفير أحمد الفضالي يعني ده عاوز أقول لك إنه برضه بعثة على باب الطيارة أول لحظة في جهد كبير جدا، وهم حاضرين بأمانة شديدة، وإحنا بنحييهم على اللي هم بيعملوه، وإحنا شفنا وسافرنا واحتكينا لا بأمانة شديدة الخارجية المصرية علامة مميزة دايما بتقدم الدعم في كل وقت يا كابتن إسلام. طبعا برضه يعني لحظات أو منذ قليل وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار جنوب أفريقيا هنعتبرها بداية هذه المباراة، هذه المباراة تبدأ من ابتسامة الثقة اللي حضراتكم شايفينها من رئيس البعثة الأستاذ طارق أنديل، ووجود سيادة السفير أحمد فضالي على باب الطيارة الحقيقة لمقابلة البعثة بالكامل وتسهيل كل الأمور الخاصة بالباسبورات والحاجات دي. أحمد الفضلي، السفير أحمد الفضلي مش الفضالي، السفير أحمد الفضلي. طيب زي ما قلت لحضراتكم أمور أو منذ لحظات وصول فريق النادي الأهلي إلى مطار جوهانسبرج. أستاذ جمال من الواضح على الوشوش، ما أعرفش يمكن الواحد بيقرأ شوية أو بيشوف شوية، تحس كده أن اللعيبة في عالم تاني طبعا بجد والله طبعا مش هو يعني مش واخدين بالهم من الأستاذ السفير بتاع، لا الناس ماشية كده إيه تحس ان هو بيفكروا هو في مجرد ان انت شايفهم ماشيين بس انما 100% كل تفكيرهم في المباراه القادمه. ايوه يمكن حتى بعض الناس قالت انهم قدام المقاولين في لعيبه كانت بتفكر 100% في الماتش بتاع صن داونز طبعا. ومن هنا انا كنت بقول كان الواجب انه يتم تاجيله، لكن الحمد لله برضو ان هو خلص بالفوز وتامين القمه قمه الدوري يعني تامين قمه الدوري، لان ده برضه هدف مهم جدا معنويا حتى لا ومعنويا وعلى ارض الواقع على ارض الواقع فايز غير لما لا معنويا لهذه المباراه طبعا ومعنويا للعيبه ان هو قادر ان هو يحافظ على قمه الدوري، وفي نفس الوقت طموحاته موجوده ما زالت موجوده في دوري الابطال الافريقي، واعتقد ان هم مركزين تماما في هذه المباراة. ومدى تركيزهم في المباراة هيخليهم يحققوا اللي الناس عايزاه. اللي هو ان شاء الله مع احترامنا لقوة صن داونز مفيش شك يعني. طبعا. الا انه القوي برضو بيستضيف النادي الاهلي
فريق قوي وله تاريخ وله سمعة أفريقية كبرى. فنتمنى إن شاء الله إن هم يفضلوا في هذا التركيز إلى أن يتحقق الهدف بإذن الله. يا رب يتحقق الهدف، وإن شاء الله يتحقق الهدف. وباللي إحنا شايفينه ده هتقول لي يا عم اسلام هم لسه نزلوا، هقول لك يا جماعه معلش يعني اسمعوا كلامي بقى احنا عارفين احنا بنقول لحضراتكم يعني ده كلام مهم اسأل مجرب جدا. يعني احنا مجرب. الواحد في الحالات اللي زي دي بيبقى مركز في حياته، مركز في اللي هعمل ايه، زي ما استاذ محمود قال كده. يا استاذ محمود وانت بتتكلم قلت ايه؟ امتى هنام؟ وهصحى ازاي؟ هاكل ايه؟ يعني هم عايشين في برنامج لوحدهم بالظبط. وجود طبيب نفسي مع اللاعبين في هذه الرحلة أعتقد له مدلول رائع يا أستاذ محمود. طبعا التجربة دي كانت لو من أيامنا من أيام الدكتور محمد فكري أعتقد كابتن إسلام، برضو كانت فترة مع مانويل برضو مع توالي المباريات والمشاركات وبتاع والكلام ده. أنت محتاج دلوقتي حد يديك إيه؟ تغيير الحوافز بتاعتك. لازم كابتن إسلام يبقى عندك طيب الإصرار أنك أنت تفوز. طيب سيد سفير جاهز معانا شباب؟ طيب كويس الشباب جاهز معانا. طيب خلينا نروح لجنوب افريقيا وسياده السفير احمد الفضل. يا سياده السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا، ويعني اول لقطه جايه لنا حضرتك واقف على باب الطياره منتظر الفريق الحقيقه. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك. اهلا بيك جمهور الاهلي. اهلا بيك يا فندم، يعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ولنا الشرف في هذا الامر. ويعني اول لقطه جايه لنا وجود السفاره المصريه بقياده حضرتك طبعا في على سلم الطيارة أو على باب الطيارة يعني منتظرين بعثة النادي الأهلي يا سيادة سفير. صحيح ده واجبنا طبعا، بس دورنا ما بدأش من بس مع مرحلة الوصول من طبعا للإعلان إن الفريقين يعني هيلعبوا بعض. في اتصال مباشر مع يعني المسؤولين عن النادي الأهلي من البداية عشان الترتيبات بقى الخاصة بالوصول والإقامة وكل الترتيبات اللوجستية بقى. دي مش أول مرة طبعا الفريقين يلعبوا بعض، يعني احنا معتادين بقى دلوقتي معتادين على ده كل سنه يعني. لا ما احنا عاملين حسابنا ده لما بتيجي نعمل القرعه نسحب القرعه جنوب افريقيا سان داونز ومين تاني؟ يعني الاهلي وسان داونز ومين معانا تاني؟ عادي يعني. فده بقى اصبح على لا عشان يعني دايما نشوف حضرتك يا فندم ان انت دايما تبقى موجود معانا يعني. فطيب سيادة سفير يسعدنا دايما ربنا يخليك يا فندم. يعني سيادة سفير اشرح لنا برضو او قول لنا ايه اللي بيحصل في جنوب افريقيا في هذه الايام، كيفيه الاستعدادات الموجوده للنادي الاهلي، درجات الحراره، الاكسجين، الاجواء اللي موجوده أمطار كلها بالكامل. نعم بقول لك الامطار طبعا الطبيعي دي مباراه، اولا دي مباراه قمه مبكره. نعم لانه الفريقين يعني اعتقد يمكن المباراه رقم 14 اللي هيلعبوها مع بعض 20 سنة. اتغلب كل واحد فيهم غلب الثاني واتعادل، صحيح احنا طبعا غلبنا اكثر. نعم وبرده في حمية عند السان داونز عاوزين يحافظوا على مركزهم، وبالتالي طبعا احنا الفريق عندنا برده عاوز ان هو يعني يعوض الجزء اللي فات عشان يحافظ على مراكزه السابقة. في النهايه طبعا لسه الفريق واصل، احنا طبعا استعدادات الاقامه وترتيبات الانتقالات كل ده تم طبعا حسبه. احنا لسه في المطار بس نستعد بس للخروج ان شاء الله، ويبداوا بقى يعملوا التدريبات بتاعتهم في بكره وبعده ان شاء الله. نعم بعد الماتش هل درجه الحراره درجة الحرارة يعني بتبقى العظمى في حدود 30-31، وده بالنسبة لبلد زي مصر يعتبر يعني طقس جيد جدا يعني. حلوة. لا بنلعب مباريات في أعلى من كده كمان. إعلامية بالظبط كده بالظبط كده. طيب الأجواء الإعلامية يعني احنا سمعنا مثلا ان شاء الله يوم السبت الساعه 3 المباراه ستقام يوم السبت الساعه 3 ظهرا، وايضا سان داونز فاتح المباراه مجانا لكل الجمهور نادي سان داونز، وعاملين زي احتفاليه كده ما قبل المباراه. صحيح هو طبعا يعني اما اعتبار قبل كده كان في كورونا فتبقى صعب ان يبقى في مساله ديت بتاعه الجمهور، فده يمكن اول ماتش من ساعه الكورونا بعد انتهاء الجائحه هيتم فيها فتح الملعب للجمهور بالكامل يعني. فهيبان بقى لسه وقتها هيبقى طبيعه الاشغال قد ايه وكل التفاصيل ديت يعني.
لكن هم فاهمين ان طبعا ده فريق لعب فريق كبير، وفاهمين طبعا انه يعني ايه دي مباراه مش هتبقى سهله. طب سياده السفير، الفندق الاقامه هل هو بعيد عن يعني بعيد عن المطار قد ايه وقريب من الملعب قد ايه؟ الفندق حوالي نص ساعه من المطار، لكن يعني يمكن 10 ربع ساعه من الملعب. يعني كل الامور ان شاء الله مهيئه لان شاء الله مباراه تليق باسم النادي الاهلي وباسم فريق سان داونز ان شاء الله يوم السبت القادم ان شاء الله. يعني بنتطلع لكده، واحنا دايما برضو بناكد كل مره الفريقين بيلعبوا بعض انه يعني ايا كانت النتيجه فالرياضه نفسها طبعا يعني دي بنعتبرها اداه للتفريق بين الشعوب، وانه دول فريقين كبار ولهم قيمتهم وقامتهم. وتبقى ان شاء الله الماتش يعني يطلع بصوره تليق بتاريخ الفريقين. شكرا جزيلا يا سياده السفير على وجودك معنا، السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا. وكالعاده السفاره المصريه الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كل التسهيلات لكل الامور من ما قبل وصول فريق النادي الاهلي الى ان شاء الله ما بعد رجوع النادي او ان النادي الاهلي يمشي من جنوب افريقيا، السفاره المصريه بيكون لها دور كبير جدا جدا. شكرا جزيلا لسياده السفير على هذه كل هذه المعلومات. في كلمات اخيره استاذ جمال لو عايز تقول حاجه، وانت يا استاذ محمود فضل. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، وعندنا او انا عندي شخصيا ثقه انه كل ما زادت صعوبه المباراه كل ما وعي واهتمام لاعبتنا هيكون في المستوى ان شاء الله المناسب ل تحقيق الهدف من المباراة. نعم. وهم كلهم يعلموا جيدا مدى أهمية المباراة، فاحنا بنؤكد على هذا، واحنا لما بنقول هذا الكلام بنقوله واحنا بره بره المعسكر. نعم. لكن هم عارفينه واكيد متكلمين فيه بشكل تفصيلي. نعم. مع الجهاز الفني ومع المعد النفسي الجديد كله اكيد تم دراسته و الحديث فيه يعني. استاذ محمد لهم انا شايف انه لم يعد للكلام مجال. اوكي. انه خلاص وقت العمل انتهى. وعايز اقول انه دايما في تاريخ يعني الاهلي الكبير هناك مباريات تاريخيه حقيقة. لا تنساها الجماهير ابدا. اعتقد واتمنى ان تكون هذه المواجهه من المواجهات التاريخيه التي يحتفظ بها الجمهور دائما، ان من هنا انطلق الاهلي بكبريائه الكبير ليعود على قمة مجموعته، وأنه يقدم الدليل أنه رقم واحد في أفريقيا من اصطياد سان داونز في ملعبه ووسط جماهيره بإصرار وعمل وجهد وعرق. هذا الأمر ليس مستحيلا، ولكن لعبة الأهلي إن شاء الله يكون التوفيق حليفهم بتقديم واحدة من أفضل مبارياتهم في المشوار الأفريقي إن شاء الله. أنا بشكرك جدا أستاذ جمال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ محمود. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وطبعا بكرة طول النهار هيكون مع حضراتكم لحظات وصول البعثة، وأيضا هيكون مع حضراتكم كل ما يخص النادي الأهلي وكواليس النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا. طول النهار هتكون دايما مع حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع، كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي يوم السبت القادم في مباراته المهمة أو المباراة الأهم يعني خلال هذه الفترة، هي مباراة سان داونز. إن شاء الله كلنا في ظهر لاعبتنا، كلنا في ظهر جهازنا الفني، سنظل ندعم ونساند إن شاء الله إن شاء الله لما بعد نهاية هذه المباراة، وتحقيق الفوز على فريق سان داونز والعودة من الباب الكبير للمنافسة على هذه البطولة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي يوم الحد القادم إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي على خير وتكون حلقة جديدة من البيت الكبير.